موضوع الشأن العام اليوم حبينا نحكيه على القرارات الأخيرة المتخذة من قبل البنك المركزي والقاضية بترشيد إسناد القروض الاستهلاكية. 80% عايشين بالقروضات. انا قاعد بيت كيفاش عملوها الحكايه هذه؟ ممكن خير. امبوسيبل سيغتو توا. شمين احنا قبل احنا استقرضنا باش عرسنا. حكايه ترشيد قروض الاستهلاك باش نفسروها للمواطن ونبسطوها، شنو معناها؟ يعني هالقرار اللي تم اتخاذه من قبل البنك المركزي شو معناها؟ معناتها ما عادش يتعطى القرض كيف ما كان قبل بالسهوله اللي كانت موجوده قبل، على خاطر البنك تضرت. شنو ذنب المواطن في هذا؟ علاش ديما على حساب المواطن؟ علاش ديما من القوى الحلول كان على كاهل المواطن؟ برشا اطراف متضرره من القرار هذا. اما الحاجه اللي تطمن انه سيد محافظ البنك المركزي قال انه القرار هذا باش يكون ظرفي. وقتي باش يكون ظرفي، معناتها احنا بيدنا يساعدنا باش يكون ظرفي. اخترنا انه في كل مره نحاول نسلطوا الاضواء على منطقه من مناطقنا المحرومه. في هذا التقرير باش ناخذوكم في جوله الى عماده المراسل التابعه لغاره الدماء من ولايه جندوبه، منطقه هنشير الزيتون، ام لحناش، الخنقه والعيون. في هذا التقرير باش تكتشفوا اللي هذه المناطق تفتقر لأبسط ضروريات الحياة. نتابعوا مع بعضنا ونرجع للحديث بأكثر تفاصيل. لا طريق، لا نعرف دوش، لا نعرف ماء، لا نعرف نظافة. والله يتوقع نشوفوا الديار شطرها غارقة. نشربوا مع الهوس في الشتاء غارقي في الماء، فالصيف بيت العطش. ناس معزولين ريتهم معلمات بارك الله فيهم، يهزوا في الولادات الصغار باش يعديهم على القنطرة صغيرة. فما أمطار، فما صغيرات يقراوا، فما يتعرضوا لبرشا مخاطر باش يقطعوا واد، فما برك نتاع ماء. بوصفك مدير جاوي للتجهيز بولايه جندوبه، الاشغال قلت لي هما موجودين والدراسه تمت واعطينا المقاول. المناطق اللي نحكيوا عليها اليوم وقتاش باش تدخل حيز التنفيذ وتبدا الاشغال؟ بالنسبه للاشغال انجاز عندها، بالنسبه للمسلك باش يشمل الامر الوطني، المسلك نتاع عين سلطان ان شاء الله معناها وماكسيموم دون زان موا تبدا الاشغال تنطلق فيه. الجندوبه معناها التضاريس صعب، معناها صعيبه ياسر. هي راهي صعوبه التضاريس يا سي سامي، ما تخليش ولا ما تبررش باش ناس كيما كنا نشوفوا، كان نجموا نشوفوا الصور، ناس تشرب من مستنقعات. راهو يا سي سامي وقتاش نوصلوا انه التونسي قاعد يشوف الماء قدامه وما ينتفعش به، لانه الاعتمادات الماليه ماهيش قاعده تمشي الاماكن هذه. هذا المشكله الكبيره، الاعتمادات الماليه ما تمشيش. لك الناس من درجه ثالثه وعاشره، الناس نعتبروا فيهم مواطنين، ما مش مواطنين، ما عندهمش درجه مواطنه. الناس نتاع اللي كنا نتفرجوا فيهم هذوما بالنسبه لينا هنا ما ناش نتعاملوا معاهم على اساس انهم مواطنين. سمعت اش قالت قبيله المراه؟ قالت لك نحن ناكلوا مع الهوش ونشربوا مع الهوش، درجه الحيوانيه. اليوم هنا مسؤوليه دوله، مسؤولية الحكومة ومسؤولية المجتمع المدني اللي يهب وتقيم القيامة وتشيم الشيامة، لأنه اليوم جينا نكتبه في كلمة في الدستور المرأة مكملة ولا مش مكملة. 30,000 و50,000 و100,000 يهبطوا من كل شيرة شرح ببرقيبة. بالله نتمنى نهار التوانسة قاعدين يسمعوا ويتفرجوا فيه، يتمنى تقوم القيامة وتشيم الشيامة باش نجيبوا الماء للناس اللي كما هذوما. الناس اللي عايشة معناها ولاد صغار اش قاعدين يقولوا قبيلة؟ يقول لك نخاف نمشي للمكتب اللي ياكلني الذيب. وضعية سي المنجح حمام اللي كانت حصل على رخصة إنجاز كشك في حي التضامن التابع لولاية أريانا، إلا أنه لم يتسنى له استغلال هذا الترخيص. أكثر تفاصيل في هذا التقرير وراجع. في عام 2000 وانا نستنى تلعبت بيا رؤساء البلديات، اربع رؤساء كل واحد انا كيفاش يطلع لي، خليني بليس ان شاء الله يعملها يطلع حتى كيما ناطحات صحاب تاع امريكا، ما يهمنيش فيه، اعطيني بليس. المضايقات اللي جاتك من طرف احد الاجوار ما خليكش تحل الكشك نتاعك؟ حتى عرفها منه يقول لك 2 متر على 2 متر، باني 5 متر على 4 متر. وزاد قال لي باب في الجنب نتاعي، بدا زاد ما ادريش قال لي مش معاهم. كيما عاملين انتقام على الرواق، اذا يحصل عدم التفاهم بين الاجوار تدخل الرخص للطرفين. الانسان اللي عنده تجاوز اما يرجع هنا هذا التجاوز او تسحب منه الرخصه، والانسان اللي مطابق القانون يقول لك اعطيني حقي، علاش نسحبوا له الرخصه؟ علاش واحد انا تدوني البلاصه وهو زيد تحلوا في العريض تخلوه وقت اللي انا اولى منه؟ عندنا مشكله اليوم، مشكله امنيه كبيره، وراو بالنسبه لتونس من نجموا نقدموا وما نجموا معناها نطبقوا اي قانون وما نجموا بس باب الامن.
برنامج الحقيقة مساء كل يوم أربعاء على قناة حنبعل.